عروض جمهورية الموز الثانية. شعر محمد جربوعة. همج، همج بلا ذوق ولا أخلاق، من أين تأتي العنز بالأذواق؟ رهط من الأوباش، قوم عرة وحثالة من أنذل السراق، متوحشون فلا رقي حضارة فيهم ولا نسب قديم راق، متخلفون وسوقة وبهائم ومعوقون وسارق أرزاق، ومقززون يعافهم من عنده صلة بدين الواحد الخلاق، جرذان قمح يسرقون حقولنا ويخبئون القمح في الأنفاق، في عمق هذه الأرض مملكة لهم وممالك الجرذان في الأعماق، 60 عاما والبلاد رهينة فيهم وحال الشعب في إملاق، 60 عاما كالقراد بجلدنا وكدودة الأشجار في الأوراق، قد هجروا أبناءنا من أرضهم، يا ويحهم من دعوة الحراق، نشروا الربا والخمر في أرجائها وتجارة الممنوع في الأسواق، 60 عاما والبلاد شقية من شؤم إخفاق إلى إخفاق، جوعى كهوف بعد طول توحش وقعوا على ما لذ من أطباق، شربوا الكؤوس وعند أول سكرة قتلوا وهم يتضاحكون الساق، والقرد عند الجوع ينسى نفسه ويقايض الأوطان بالدراق، والآن آن أوان جز ظهورهم، جز الشياه ودون ما إشفاق، هم للمناجل بعد كل فسادهم حل كشعر زبائن الحلاق.